ده في عندنا نماذج وامثله، في ناس عملوا شيفت كارير اصلا بسبب ان هم ايه دوروا ولقوا ان شغفهم او هم في الحته دي منورين ولامعين فيها قوي، وبداوا يعملوا اسم وتاريخ وثروه كمان، وهم فوق الخمسين وفوق الاكتر من كده. فلا ده مش عيب، هو ده يبقى عيب في الشخص نفسه انه لسه قافل على نفسه، مش فاتح لنفسه ان هو يبدا قدراته تبان. انا دايما بقول مثلا علميا ايه، لو انا مثلا هنقول بمثال بسيط قوي، احنا كلنا معظمنا بنكتب بايدنا اليمين وبناكل بايدنا اليمين، بس في مثلا جزء بقوله ايه، لو علمت طفلك انه يكتب بايده الشمال وايده اليمين انت بتشغل الفصين. صح كده، زي اللي بيلعب برجلي اليمين ورجلي الشمال نفس الفكره. فابدا انمي عنده مهارات. في حاجه كمان مهمه جدا للكبار والصغيرين، احتكاك المواقف. انا لازم احتك بالموقف، دي اكتر حاجه هتعلمني المهاره. تمام. حاجه كمان مهمه جدا من مصادر لازم اثير الانتباه. الانسان دايما عنده الانتباه بينقسم لجزئين، سمعي وبصري. تمام. ولو ما اثرتش الانتباه المعلومه بتخش على ذاكره قصيره المدى، فخلاص يعني بتقعد بالظبط 5 ثواني او بالكتير قوي 10 ثواني وخلاص بتروح. اما لو الانتباه بدا ان انا اعمله اثاره فبتبدا تخش على الذاكره طويله المدى. طب المعلومه تحصل ازاي؟ يعني اثاره الانتباه ازاي؟ اثاره الانتباه اولا لازم المثيرات الخارجيه تبقى قليله، اقلل جدا المثيرات الخارجيه، ما يبقاش مثلا حواليا مشتتات كتير. يبقى المكان او هادي هادي، ما فيش صور والوان كتير، ده انا بتكلم بالنسبه للاطفال. ايوه. ما فيش على الترابيزه، ما فيش الا الحاجه اللي انا هستخدمها سواء وسيله ايضاح او الحاجه اللي هكتب فيها يبقى على الهدف. عشان التركيز يبقى اعلى. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم الموضوع اللي هبدأ فيه يبقى ليه مدخل مثير. بمعنى مثلا انا مدرس وداخل اشرح درس مثلا في فصل، علشان اثير انتباه الطلبه مثلا هتكلم عن الحيوانات او هشرح درس علوم، اول حاجه هبدا بيها لازم اطرح سؤال الطلبه كلها تشاركني فيه ترد عليا. مثلا هقول مين بيحب الكلاب، مين هنا بيربي قطط، مين مثلا عنده عصافير، تعرفوا ايه عن، فاطرح سؤال يخلي كل الطلبه تشارك معايا فيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، يبداوا يبقى خلاص انا كده خدت انتباههم كلهم، ان كله مستني رد كل واحد هيرد بالسؤال بتاعه، رد السؤال، وبعدين مستني بقى المستر هيتكلم عن ايه. يعني ايه السؤال ده؟ فتح الموضوع.